مرحبا، كيف كل يوم؟ إن شاء الله بخير أصدقائي. الحكومة الهولندية انتهت من تعيين كل الوزراء وكل وزير شو رح يكون منصبه. حسب ما قال فيلدرز، أنا راضي مبسوط جدا عن النتائج الأخيرة، وسيتم الإعلان أو رح يعلنوا عن أسماء الوزراء وكل وزير شو منصبه بالأيام القادمة. طبعا أصدقائي، حسب مو مذاكرين بالأخبار أنه حزب PVV لخيرت فيلدرز رح يكون عنده 5 وزراء، وحزب ال NSA والVVD رح يكون عندهم 4 وزراء، والحزب الفلاحين PVV رح يكون عندهم 2 وزارين. طبعا الخبر هون فيكم تفوتوا وتقروا كل التفاصيل أصدقائي من عند أخبار هولندا 24. كل تحية لأستاذ وائل. تم إغلاق 34 سفارة هولندية إذا تم إشارتين تعجب. فيكم تفوتوا على الخبر، رح اترك لكم الصورة هون أصدقائي، فيكم تقروا على 100 مهلكم ما وراء شيء أصدقائي حبايبي، انتو فيكم تقروا تفوتوا وتشوفوا كل التفاصيل. تمام، لهو خلص الفيديو، بتمنى لكم كل خير وتصبحون على ألف خير حبايبي.